عارفه تبيع للناس ولا اساعدك؟ اه والله والله، وانت بتتكلم انا تخيلت الموقف ده، ان انت واقف يعني بتتحرش بيها وانت بتقول لها الكلمه دي. يا الله عبدو الو مين؟ الو، تعال خد ايه المزه دي؟ يا عم، استنى بس تعال، ايه ايه، في انت فين؟ انا شمالك. ايوه تعال بص، اهلا اهلا قطة اهلا اهلا، ايه ده؟ قطة ايه ده؟ حطوا لنا قطة. لا وبص، هو طبعا لسه قلني كل بيبول مش هننفع نخش تي في كنترول، وفي في يعني انا مش عارف ده هو دوت فيل لابس طاقية على انا حسيتها فحاولت الغش، بس يعني خلاص بقى. يلا بينا يلا بينا. ايه ده، هو المكان فاضي خالص ليه كده؟ احنا مفيش خالص، بلح. هو شال. ايه ده لسه ايه ده، حاطط. قول لي كل ايه ايه فين مين؟ سجن ما عرفتش حاجه. ايه ده ايه ده؟ اوه ماي جاد، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بجد والله يا جدعان. هو باين عشان نمسك الحرامية جواه؟ يعني بنفسنا كمان يعني، هم لا لغوا طب استنى الشرطة. كده، ممكن يكونوا جابوا حارس. لا ما وثواني فيهوش معلش، حارس. هو ايه يا حبيبي؟ احنا ما عندناش غير الشيلفز دي بس. هي ما كان مزودناش، ولا احنا كنا حاطين واحد؟ واحد هناك اهو. في ايه؟ لا ايه ده، كنا حاطين واحد هنا. ايوه، ايوه انا حاسس ان في حاجة غلط. اختفى اختفى سرقوا منه؟ بالبضاعة اللي عليه. ايه ده، هو دخلوا سرقوا الشلف باللي عليه؟ لا طب استنى بس، ما فيش حاجه في المخزن؟ انا مش فاكر الصراحه كنت سايب حاجه ولا لا. احنا بدنا ايام ايه ده. ماشي. المخزن فاضي، مفيش غير طب رفس واحد. هو احنا في ايه؟ بص بقى، احنا بالصلاه على النبي كده، احنا معايا 2 بوينت، احنا عايزين نشغل واحد تاني ضروري. فاحنا مبدئيا هنجيب البيزك برودكت 2، وبعد كده نجيب فروزن فود. فهنقرب لايه؟ ما بتعمل ايه يا صاحبي، مالك في ايه؟ ايه؟ اه معاك ايه معاك. التلامس ده؟ تلامس شرعي ده يعني ولا مش فاهم انا؟ امشي يلا، هقول لمراتك انا. امشي، هش هش ماشي هش، انا خلاص سنجل تمام. عادي، انا سنجل. ازيك عامل ايه؟ انت مش كنت بتشرح يا استاذ؟ روح اتفضل. اشرح. لا خلاص انا خلصت. ماشي ما علينا. المهم دلوقتي ان تمام احنا معناش غير 476، ودي حاجة تمام مقلقة. تمام، فاحنا هنضطر نلعبها سيف. احنا هنشغلها كاشير مبدئيا. بقول لك ايه، هل ينفع نبيع ماشي. كاشير؟ انا مش عايزهم، انا مش عايز اقف كاشير يعني، يبقى كاشير واحد، فاهم حاجة؟ ينفع نبيع؟ ما رجحش يعني ان انت تبيع حاجة ما دفع احنا فيها عايزين فلوس. نركز بقى في الحوار ده يعني، هل ينفع نبيع ماشي كاشير ماشي، ويبقى كاشير؟ هو مش عامل لك أزمة يعني، هو ممكن ايه لا ما هم بييجوا يقفوا عليه، قدام احنا يعني. عايزين نركز في اللي هنعمله، عشان بعد كده المتجر هيبتدي يكبر، السوبر ماركت بتاعنا هيكبر، طب ازاي وهتبقى نبيعه؟ ما اعرفش. هل نعرف نشيله ونحطه جوه في مكان تاني؟ حاولت ما عرفتش. طب بقول لك ايه، ايش انا من ايه رأيي ده؟ نشيل بقى الشلفات دي وننقلها هناك، عشان كده الموضوع هيبقى قاسي علينا. هنا نحطه هنا مثلا في هنا هنا الوش هنا 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 ولا اجي طيب ولا ايه؟ ثواني هنا. جنبه الزقه كده، طيب او سيب مسافة ونحط شجرة في النص يعني، لو في معاك مسافة. ايه ده ايه ده ايه ده، زودوا حاجات. ايه ده، في ممنوع ليه؟ الدخول قول لي هنا؟ ايه ده عشان السرقة ب 900، بتحطها على الباب عشان يزمر لو حد طالع. طب يا صاحبي احنا دلوقتي محتاج، لا معلش دلوقتي فلوس، بس احنا معانا 400، فاحنا محتاجين دلوقتي اسفين نشتري. فاحنا بقى بالصلاة على النبي كده، بالصلاة على النبي، انا هحاول اشتري من كل حاجة حاجة، حتى لو يعني ايه، لو في مثلا دلوقتي السكر طيب، في تسعة، في تسعة سكر. وما جبناش الشاشة. مش عايزين شاشة دلوقتي. شاشة ايه؟ احنا معانا 9 سكر، مش هشتري عليهم، هسيبهم 9. احنا في حاجات اولى، تمام واحنا معناش غير 400، فمش عارف ماشي، انا هنعملها معاك. ازاي. اوبن ذا ستور، لا ما انا عايزين نشتري بقى بال400 الاول. هيجيبوا حاجة. هيجيبوا، هشتري لك، انوع لك دلوقتي طب يعني. الشاي يلا معناه مثلا. غير شاي واحد، بالشايات غالية ففكك منها، احنا ممكن نشتري الحاجات الرخيصة طيب انا يعني. طالع بره الصودا، في استبرد. صودا ماشي، الديري في ديري، هو بيرة انت حرامي لو سمحت؟ انت ماشي، شكلك حرامي على ممكن فكرة، مش اشتري بتاعك. فلاور، مارجرين، اوكي بيبر، سلايس بريس كده 200 وشوية، كاتشب كده 351،
سباركي وورو. انفيوجن ممكن يشتري فروزن فود 2. لا ده فروزن فود ده محتاج اسمها ايه، فريزر، فاحنا هنبقى نجيب الفريزرات بعدين مش النهارده اما نقفل اليو، او معانا فلوس تمام. انا اعتقد انا كده بيرفكت، هات بالفلوس كلها، انا اشتري بالفلوس كلها، معاك 43 فاضلين، يلا اجري. بس احنا هنحتاج اعتقد اماكن اخرى. طيب هو احنا يعني بالفعل من اولها مفيش مكان. طب انا هنقل الحاجات اللي بره دي جوه، احنا معانا 43 فاحنا معناش مكان، احنا محتاجين نشتري شلف بس ما الاول. فيش فلوس. اول لما يبقى معانا فلوس ارمي الحاجات هناك، واول لما معانا فلوس هنحطه. هنعمل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ قول ده لي. المنظر يعني ده عفانا منظر يا عفانا احمد بيك، ده عفانا منظر. يا بنجو بيه، يعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا عبدو؟ طب يلا يلا استنى، ايه اسعار احنا جديده ما يا بابا، سهرناش. هنسعر من صحيح جديد، ده الدنيا زمانها غلط فشخنا. نفسي اعرف السجن ده بنقبي يعني، مش فاهم. هنعرف كل حاجه دلوقتي. يلا بينا نفتح. اوبن ذا ستور. اوبن ستور. قرب قرب قرب. سوبر ماركت البركه بيقدم لكم عروض فوريه وحصريه. سوبر ماركت البركه عامل لكم سجن فول اوبشن 5 ستارز، قاعدة تواليت مش دي عملاقه طايره في الهواء، تقعد عليها كده وانت واقف. ايه عظمة الفل، عظمه على عظمه يا ايه الحلاوه دي، ايه الطعمه دي، ايه الفلات ده، يا نهار اسود. ولا نركز، ما تنساش ان في كاشير لازم حد فينا يمانجهم. مش مهم مش مهم، ان شاء الله هي هتيجي عليها، هيبقى هتبيع، هي هتبيع. بص واقف على الكاشير. حاضر يا حبيبي. حاضر اتفضل. طالما معاك فيزا. هتديني فيزا انا معاك. يعني ايه اديك فيزا؟ انت مبسوط ان اديني في انت بتاخد الفيزا. فيزا؟ مبسوط ان انت بتاخد فيزا؟ تمام. اوه اموت في الاحمر. I have found this ketchup. ده انت اللي كاتشب يا كاتشب، انت هتعمل. ولد تعالى اقف على الكاشير. طيب اوكي، سلام عليكم. الكاشير ده بيدوخني. فاضل 40 دولار، يلا قرب قرب. 40 دولار. وات تبا لنا جميعا. ايه ده؟ ينفع ايه؟ انط فوقيك؟ استنى قرب قرب قرب. فكرة عيب اللي انت بتقوله ده، شايف ايه من تحت؟ ما ينفعش اقول. طب اطلع انت كده. اوه اوه بنجو. ياي شيك بيبي. يلا بص وقف على دولار. يا نهار اسود يا جدعان. انا هجهز بيه، انا هجهز بيه. اجهز اجهز على طول كده عشان ايه؟ وقف على دولار يا معفنين. يلا يا بت يلا. والله زبان كاد، زبان كاد. مفيش بوس على الخد، مفيش حتى ايوه تطبيق. ايوه طلعها. انها ايوه تقترب بكشير، ايوه تقترب وتحاسب. دان اوبا. نايس يا صاحبي. تنويع بس، فين الفلوس؟ احنا مفلسين، في شيلف راح مننا ببضاعة، احنا دفعنا، احنا دفعنا، فاحنا ما بنتعامل تقولش مع كده، خسارة. ده ايه يا عم اقول ايه؟ احنا دفعنا، ما تقولش كده. احنا نزلنا ما لقيناش شيلف. يعني انا دلوقتي بحاول استنى كده، عايز اروح ابص على الفيديو بتاعنا. صاحبي احنا ظلمناهم، ما كانش في شيلف هناك. بجد يا مش ظلمة مشكلة، يا نرفع قضية ظلمة برضه. وفي كده. رف فاضي تاني، حط ما انا مستني رفوف تالت ده فعلا اهو الحاجات دي. ما فيهاش حاجة بتتحط في التلاجة صح؟ للأسف. لا هو رف واحد في التلاجة، فكك يا عم. اوكي ماشي، حط دول هنا، لو فاضي حطه لنا جوه. حط هنا. فاضي ولا و فاضي؟ ده ايه ده؟ لا ده عايز شلف جديد. ده شيلف. ماشي حطه جوه بقى وخلاص. السلام اجري عليكم، ورا اتفضل يا باشا. سيب البيزنس انا اكتشفت ونقعد حاجة، نلعب انا الصغمان. اكتشفت حاجة، ايه قول. عايزك تيجي تشوف حد يبيع بالفيزا بقاله كده. ينفع تكتب الرقم من غير ما تدوس عليه ودوس انتر. هاو بالكيبورد. فيزا، اكتب الرقم وانتر. اسهل بكتير. اوه بيبي. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. انا بحب السودان، هات يا ابني. سوداني. بحب السودان. انا واقف ايه ده، انا وقفت فوق يعني. روح يا ابني هات بتاع التسعير وتعالى. روح 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 يا بابا، احنا عايزين نور. هو النور اللي هنا فين؟ بص جدو بيمشي ازاي. نسندك. طيب المفروض ني هو هو صحيح، شبهك المفروض ليه؟ يعملوا سلة أو حاجة يمشوا بيها. المفروض هو بس مش ايه دلوقتي، شكلهم هيعملوه شبهي؟ بس مش دلوقتي. هيبقى شبهي وشبه. المفروض امسك المقشة واطلع اقف بره، اللي يخلص اديله بالمقشة يخش تاني. اوكي معانا كده يعني، نبدأ بقى نحط فريزر ولا نجيب بضاعة؟ مش عارف، احنا لو جبنا بضاعة لا انا هنحتاج رف.
نجيب رف وبضاعة ونوسع أكتر، ما نجيبش فريزر. نجيب فريزر وبضاعة. بص أنت ايه ده، عارف أنت ده خد بالظبط خد 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 إيه؟ خد، ده هيطلع بره الفست. تعالى، ده طلع بره. استنى بس، استني. نار اسود. يا حبيبي مش كده، ايه يا حبيبي مالك؟ كنت واقف من انت فوق عامل وببص. شبهه ليه؟ بس في مش مشكلة، فاهم. احنا لو اليوم بنكسب فيه 65 دولار، يوميت الراجل 60 دولار. لا ما هو بيتخصم كل حاجة بيديك الربحية في الآخر لو ركزت كده. يا شوف في قلبي الإيه. امبارح كسبنا 65 دولار صح؟ أيوة بعد كل حاجة. ايوه. لو زودنا بقى واحد بياخد 60 دولار. يطوروها يبقى في ليون. ليون انت عايز ايه؟ ليون ايه؟ ليون اسد كارد. كارد. كارد ازاي يعني؟ عايز ايه يبقى في اكتر؟ إمكانية كارد إن أنا كارد أخد كارد. اسمه لون يا ابني، لون. لا أنا ما بسمعش. ليون ده اسد. دين امي ولف بينا يا دنيا. ده حرامي ده شكله. عرفت منين إيه؟ لا تحكم على كتاب من مظهره. إذا نزلت تحت الكاشير ازاي؟ ثانية. الحمد لله. اندو فور اتسرقنا؟ كينج دي. اتسرقنا؟ ما اتسرقناش ولا مرة الحمد لله. احنا هنحطه في النص، هنحطه ورا البتاع ده. فريزر نحطه كده الأول. بس بص حطه في النص كده. بالظبط، على في خط في النص، خليك عليه. ايه ده؟ بياخد اتنين. In your fucking face. I'm sorry. هدخل انا تقبلته. فيه. اموت في بنجو الساقع. ايه ده يعني؟ وانا 524 يعني ايه؟ طيب ايه اللي ناقص بقى؟ الدنيا خربانه. مش عارف. بس احنا محتاجين ميه عشان دي منتج اساسي. ميه للاسف. فاول حاجه ميه. ميه الثلاجات الى حد ما كويسه يعني. ما شغال. بص هو البيزك برودكت واحد، مفيش غير الميه ناقصه. بيزك برودكت اتنين، عايزين بريد. عايزين سلايسد بريد جبتهولك. ديري التلاجات تمام معاك، التلاجات تمام. صودا، ايه الصودا جميل. الناقصة؟ في مكان للصودا؟ في مكان جبت عايزين لك جرين واحدة. تي. استنى بس عشان الفلوس معناش. هنجيب كنزات ولا هنفكس؟ نشتري حاجات أغلى. لا هات بقى الفريزر. حاجات الفريزر؟ حاجات الفريزر ما اشتريتهاش. يا نهار ابيض، احنا عايزين اغلى اتنين. اغلى حاجتين ممكن يتحطوا في الفريزر. استنى كده هنقي اغلى فعلا حاجتين يتحطوا في الفريزر. ده فرنش فرايز يا ولا. خش على الفرنش اموت في جنب الفرنش فرايز. برجيك. ايوه انا الفيو مش ده شايف. جامد. طيب طب ما توقع. طب انت اوه نقفل ماي بقى. لورد. بقالها بقالها ببلاش، تستاهل لا ان انت ما تاخدش منها فلوس. انا مش همشيها اساسا من الكشف. خليها قاعدة. والله يا مستر احمد احنا محتاجين نقعد في مجلس الاداره الإدارة بتاع ونفكر ونحط فين. إيدينا على خدنا. انت ايه رأيك؟ أنا شايف نستثمر وانفست اكتر في المنتجات ولا إحنا نجيب معناش امبلوير عبد؟ فلوس، إحنا معناش فلوس نعمل كده. اعتقد ان احنا لو جبنا امبلويا يعني نشغل واحد دلوقتي هنفوق بقى. دلوقتي عمالين نعمل فلوس، هنبدأ نحطها بقى في البضاعة والشلفات طيب ونركز في الموضوع. انا موافق. يلا بينا، توكل على الله. الشرف ليك يا فندم. دوس انت زي اللي قص الشريط كده. بالظبط. دلوقتي بقى، دلوقتي معانا 500 وشوية، فانا هعمل ايه بقى؟ الفريزر بقى، انا هاخد الفريزر انا ده. هطرد الامبلوي ده اتأخر لا عن الشغل. ليه يا صاحبي؟ في ايه مالك بس؟ روح لله في قلبك تعال. ايه ده جت واحدة تاني. يا دي النيلة. عايزين واحد احنا. فنطاز. ايه فنطان. فنطاز بعد كده بقول لك ايه، اي صندوق فاضي روح بيعه مسافة بس مش مهم. لا سيب دول، سيب دول بنستخدمه. وايه يا حلاوة ولا ايه؟ هنشتغل في طب بقول الخردة لك ايه، خلاص. الجرين تي ايه ده؟ ايه البنفسجي ده؟ عايزين نزوده صح؟ خلص. هات فيوجن بنفسجي. مفيش وهات جرين تي. جرين تي. جرين جرين تي تي والبنفسجي ده. تمام. يلا بينا، يلا نبيع. معانا نبيع فلوس. خردة. بيع واحد ونص.
الصندوق الفضي بواحد ونص. احنا او لا معلش احنا اخدناها من تحت لازم. معلش شوف لي ايه فضي تاني ممكن نشتريه. عارف عايزين ايه؟ تصدق عارف انا عايزين ايه؟ بطلت عارف عايزين ايه؟ كلمة اكسبنسيف ايه؟ عارف عايزين ايه؟ انا حاسس ان احنا عايزين بكره الصبح نشيك على الاسعار كلها. عايزين نجيب تلاجه. انا مش هشتري حاجه تانية دلوقتي خالص. ونحط فيها السوشي والسلمون الحاجات الغاليه اللي ب400. ليه كده يا ابني؟ انا قصرت معاك في حاجه. يا ابني افهم، يعني البيك سوشي السوشي ب 20 دولار واقف علينا، هنبيعها ب 40. عايزين بقى نجيب الحاجات اللي فعلا جاي لك يا جنيه ونص. سلايز تعيش. انا فقر قوي. احنا غلابة والله، بنشقى وبنجري على غلابة. دي المارجرين، روح حط في المارجرين، روح. دي حاجة في حد ذاتها سادية، يعني انت بتجري على غلابة. حطيت. تعالى طيب شيل بقى البيبسي اللي تحت على الشمال، شايفها؟ حطين. لا ما تعالى بس التسعير الاول. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي في الارض ايه ده؟ ده؟ ايه ده؟ ايه ده الجانك مين ده؟ معفن اللي روح؟ اولاد ال يا ابني انا مال امي، اغنص. حدد على التسعير وتعالى. تعالى تعالى تعالى، جبت التسعير، يلا حطيت واحدة سعرها، خليها 40 بسرعة يلا ايه ده لونج واي او ايه باشا. ده عشان كده كله؟ حطيت واحدة بس. أما توصل لرقم دوس، لما توصل لرقم دوس عشان محدش ياخدها بسعرها. كمل. استنى ايه انا السوشي؟ بتكلم. خليها 39 99 فاهم؟ بلاش 40 بالظبط، بدأت 39 تتعلم 99 مبادئ. اتباعت. خد واحدة. خلاص. على فكرة في حاجة انت ايه ممكن تعملها أأمن وأسهل بكتير. ايه هي انت تحط المنتج وتسحبه تاني في ساعتها، هو وبعدين؟ ايه السيلف هيتبرمج على ان هو في المنتج ده. السوشي بيتباع، السوشي بيتباع شفت؟ شفت؟ اسمع كلام الخبرة. كده، في 2 سوشي اتباعوا. بكمل الحاجات كده اللي هي البسيطة دي عشان كمل مش عايزين كمل زحمة كراتين. كمل كمل، الله ينور عليك. صاحبي الحمام ده ملبوس، ليه؟ المكنسة واقفة لوحدها. بقول لك ايه، تعالى معايا اقف قدامي، يلا بينا. جانج بانج. يا احنا مديرين محترمين. طبعا امال عارفة تبيع للناس ولا سعرك. والله والله وانت بتتكلم انا تخيلت الموقف ده، ان انت واقف يعني بتتحرش بيها وانت بتقول لها الكلمه دي. يا الله. قال فوق اللي هي ديري برودكت تو. لا يا ما احنا من كل من قلة من كتر من قلة الحاجات اللي عندنا، احنا فاتحين حاجات ياما ومش عارفين نحطها. بص يعني دي في بداية يا الماب، ابني يا أكيد حبيبي ملهاش حاجة لازمة. بتتباع كويس. لا 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 خالص، بالعكس. بص احنا عندنا حاجات ياما قوي مش عارفين نشتريها لحد دلوقتي. يعني احنا مجرد ما هنجيب بتاعة الواي فاي احنا مش هنفتح حاجة كمان، احنا هنوفر البوينتس، احنا هنبتدي بقى نزود ثلاجات، هنزود فريزرات ونزود رفوف. على فلوس نجيب 4 منتجات أو 3 منتجات جداد. معانا معانا، اجيب لك عينيا. هات ايه بقى من الحاجات الغالية؟ كات فود حاجات الغالية. الافتكر كده الغالي كات فود ودوج فود، عملوا اكل فيه. الكلاب عارف. واكل ايوه القطط ايوه اكل القطط ده، اكل الكلاب كان طيارة. اهو. يلا بره ليتس جو. اكل القطط الضاف يا معلم، واكل الكلاب الضاف يا معلم. في كان في الارض امرجنسي امرجنسي. عايزين نجيب حاجة تانية. خليها لبكرة، اصل اليوم بيخلص. النهارده كان في تقدم رغم ما ان انا هيبقى بقول. السالب هيحولنا، بس الشلف الزيادة ده هيفرق كتير بصراحة. تمام، احنا هنقفل ونشوف. بس احنا مش هنبدأ اليوم الجديد عشان احنا خلاص كده يا رجالة، هنقابلكم في حلقة جديدة بس اول ما نخلص اليوم ونشوف عملنا ايه.
سالم تعالى هينادر في ناكل وشنا. برجر. تعال استنى، هتعزمني؟ لازم انت شايف ايه؟ ثواني اخش اجيب فلوس من الكاشير واجي. لا انا قفلت فلوس ما كشري يا روح امك. قفل 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 اروح احاسب سالب نفسي. 362. مش حاجه، طب مش حوار والله طبعا. احسن، الانكم دي اكتر سبعة. والسالب اقل. احنا بقالنا كده اسبوع يا جماعه في السوبر ماركت بتاعنا. زي ما انتوا شايفين، تعالى نديهم تور كده للدنيا. زي ما انتوا شايفين عندنا 2 كاشير بنات شغالين، عندنا بالظبط. تلاجتين مليانين، عندنا زبدة المارجرين، عندنا جبنات، عندنا زبادي بأنواعه، عندنا سوشي، عندنا 3 كولا، عندنا خلاص هنا، عندنا بقى رف الحيوانات، أكل قطط عندنا وأكل كلاب، فضائية. عندنا فضائية، عندنا خبز، عندنا كاتشب، عندنا عصير تفاح عشان لو عايز تطري على نفسك، عندنا نعناع عشان لو بطنك وجعاك، عندنا ينسون عشان لو بطنك وجعاك. هجمي السج مكتوب على التيشيرت بتاعها هجمي، فأنا لحقت نفسي بس. المهم زي ما انتم شايفين كده، احنا بس محتاجين نزود اضاءة المحل في المرة الجاية. والفريزرات يا ابني والفريزرات، عندنا فريزرين باربع منتجات انت مختلفة، بتهزر، نسيتهم نسيتهم، مستخبيين. متزعلوش خلاص. عايز تقول لحاجة المشاهدين يا عبده قبل ما نقفل؟ عايز اقول لكل مشاهد ما ايوه. تفتحش سوبر ماركت. انت فاشل. اجمل نصيحة اتقالت لحد دلوقتي.